السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرئيس حسن. هنبدأ نتكلم في نقطة جديدة، بس عايزين الأول قبل ما نبدأ نتكلم فيها عايزين بس نشيل اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت ده اللي هي الكي الموديول بتاع تلاتة بالشكل ده عشان نقدر نرجع للشكل الطبيعي بتاعنا خالص بتاع الديزاين. اوكي طيب تعالى بقى عشان يبقى الشكل بتاعنا منظم، تعالى نمسح الحاجات اللي احنا كنا ضغطنا دي، نمسح الحاجات اللي مفيهاش ديسكريبشن دي، الحاجات دي مبوظه شكل كده. عمره ما يقدر يخش يدخل عقار غير لما يحط له ديسكريبشن، احنا عاملين ديسكريبشن ريكوايرد لو انتوا فاكرين يعني، فدايما هيبقى الشكل مظبوط في الغالب يعني. اوكي طيب عايزين نشيل الحاجات دي من هنا، نخلي من اول كل العقارات دي فوق، نروح على اول شيل كل الكلام. اوكي ممكن نحط هنا وصف اي حاجة عشان يبقى الحتة دي مش اشفط كده، نقول هنا H2 خيارات الاظهار العقارات مثلا. هي عايزة مارجن شوية عشان شكلها بايخ كده بصراحة. نقول هنا كلاس، نقول هنا ستايل، عذرا ستايل مارجن رايت تمام. عايزين نعمل بقى ادفانسد سيرش يعني بحث مطول عن العقار، نعمل الكلام ده ازاي؟ نروح بقى طبعا ندور على الشكل بتاع البحث، نقول هنا سيرش ان شاء الله ده شكل كويس لينا. هي بس تحتاج شوية تقليب، بس تقعد تقلب شوية في موضوع في السيرشات. ألو ألو ماشي يا حاج، أنت فين؟ أنت فين؟ ايوه ما اعرفش محمد فين. ماشي انزل لك سلام. طيب انا اسف، نكمل الدرس الجاي.